خلص القاط الثاني وباقي قاط ثالث. بس خلص القاط الثاني وهذه إيدي. يعني الثالث احتمال لهنا بعد الصب وغلي أصبح في تانك بنزين. شكلها شكلها السالفة كده يعني.
هذه خلصت. باقي فكرة ثانية في الباب وباقي هنا الأسبوع الجاي إن شاء الله، ويمكن تصير هنا كمل منه بعد أندرا. هذا المقطع الأول من الجدارية إن شاء الله، في له مقطع ثاني حق باقي العمل، وكان المقطع طويل بس إن أنا قصرته خليته على مقطعين. إن شاء الله يعجبكم هذا المقطع، نشوفكم في المقطع الثاني، في أمان.